الناسُ برَّ الوالدين، وأصبح الآباء هم الذين يتوسلون إلى أبنائهم الرضا. وفي الحقيقة منهج القرآن في ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. انظر، يعني أقوى قضية وأعلى قضية في الوجود هي قضية الإيمان بالخالق. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، جعلها قرين هذه القضية العظيمة ليعلن عن عظمتها. ثم بعد ذلك لما سئل سيدنا رسول الله فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود، حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. والآن ينبغي أن أنبه، نعم، والآن ينبغي أن أنبه أن العلاقة المتبادلة التي وصلنا إليها من حقوق الآباء والأمهات للأبناء ترتبت بعد ذلك لعقوق الأبناء للآباء. فالأم تضع ولدها وطفلها وهو صغير في الحضانة دون أن ينال رضاعة طبيعية، دون أن ينال حنينها وشفقتها وحبها، تلاطفه تداعبه، نعم. ثم بعد ذلك إذا ما كبر الولد وعجزت الأم وأصابتها الشيخوخة أو دعها في دار المسنين، علاقة متبادلة. فليتنا نعود إلى هدي القرآن الكريم: فأحب الأعمال